سادات يعني ساتي سادات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معكم محمد زاهر زي جيبشن فيش توك، وأواخر حلقات الموسم الخامس خلاص، والحوض بتاع الطحالب البحرية شبعتكم نظري. النهاردة شوية عملي، أنا مصور الانترو بعد ما ظبطت الدنيا خلاص، هتشوفوا التفاصيل كلها والكائنات الجديدة الغريبة اللي انتوا بتحبوا الحاجات بقى اللي اتفرجوا عليها دي. النهاردة تشوفوا حاجات حلوة قوي في الحلقة، مش هتكلم كتير، يلا نخش على التفاصيل، يلا بينا. طيب مبدئيا عشان هتشوف الحلقه، طول ما احنا شغالين الاثنين كلاون دول، وجودهم في الفتره دي في الدوره البيولوجيه ده، وجود طارق للاسف احد اصدقائي حوضه تعرض لمشكله، فاحنا حاطينهم هنا مؤقتا لحد ما ياخدهم كمان يوم او يومين، فاعتبرهم مش موجودين. نصور برضو شويه نيمو الجميل العسل ده، وهم دول عندي بقالهم حبه. دول انا كنت بنزل صورهم فيديوهات ليهم على الفيسبوك، اول ما جم قلت اصور بقى منهم شويه وكده نستغل الوقت. نجمه البحر العجيبه، انا فعلا سبحان الله في كائنات هنا غريبه جدا في الهوايه بتاعت المالح بقى. نخش على الحاجات التقيله دي، نجمه بحر بتنقي الرمل وبتنزل تحت الصخور تاكل بواقي الاكل والكلام ده. انا باقلمها او اقلم درجة حرارتها عشان شوف هنزلها ازاي في الحوض. الهيرميت كراب المستورد اللي هو البلو ليج او رجلي زرقاء، بص رجلي زرقاء ووش اورنج، سبحان الله. اي حاجة مستوردة شكلها حلو كده يا جماعة، استنوا بس عشان اتفرج عليه بتمعن. سو عايز يخرج او عايز يخرج لنا نصوره. سبحان الله شكله تحفة، ده هنشوفه برضو. كابوريا صغيرة، كابوريا صخرية صغيرة، اعتقد اسمها كينج كونج كراب. بص جسمها سبحان الله، تحس ان هو مموه. عايزين نشوفها من قدام، تاكل بقى الاكل برضو. شفنا النجمة، شفنا وعريس اليوم خيار البحر. خيار البحر من الحاجات اللي بتنظف الرمل وبتاكله من المقدمة وتخرجه من الأخيرة، نظيف جدا شكله حلو. وهنشوف الحاجات دي بعد ما تتأقلم. ده حاجة اسمها عش بودز، بص تلاقيه بيتحرك جواه كمية كائنات شبه الحشرات صغيرة كده، دي الكائنات اللي كنت بحكي لكم عنها، اللي هي بتنزل بقى بعد كده بتبقى خدمية جدا في الحوض. نقدر نستفيد منها ان هي بتعيش في الصخور وتعشش وتتكاثر وتاكل بهواية الاكل وتعمل كل حاجة، وبعد كده تكتر جدا لدرجة ان انت تقدر بعد كده تربي معاها سي هورس او حصان البحر، بحيث ان هو حصان البحر بعد كده يقدر ياكل منهم ويعيش عليهم. وكيس كامل طحالب بحرية اخضر واحمر، وشايف صخرة حية جوه عليها حاجات زي محار. هنصور الكلام ده كله، خلونا الاول ننزل الكائنات دي كائن كائن كده، نبص عليهم نتفرج عليهم نشوف الدنيا هتحصل فيها ايه، وبعد كده نخش على التفاصيل. هي دي نجمة البحر او البريتل ستار من الطاقم بتاع التنظيف بتاع الحوض. خلونا عشان ما تتعبش مننا ننزلها الحوض. مش هتعدل نفسها سبحان الله. واو، تعرف مكان الصخور على طول وتخش دايركت، مش هتستنى، تقعد جوه وتبتدي تنظف الصخور من بواقي الاكل والفضلات، وبتبقى باينه من الصخور عن طريق الدراعات اللي باينه دي.
ممكن تسيب دراعين للاستشعار ولا حاجة لو هي مش هتخش تستخبى خالص او لو قررت ان ده مكانها الرئيسي. من اشهر العلامات اللي بتشوفها ان هي تبقى موجودة في صخرة ان هي بتشوف دراعاتها كده، دراعاتها بتبقى خارجة بره كده، كائنات سبحان الله لشكلها حلو وبتيجي في الصخور طبيعية. دي جاية من البحر الاحمر، تتغذى على بواقي الاكل اللي هتقدر تمسكها بايديها هتقوم واكلها على طول. اسمها بريتل ستار. في منها كذا لون وكذا نوع، و دي المخططة ابيض في اسود. ودي من طاقم التنظيف المفيد اللي مش مضر لأي حاجة، مش مضر للقشريات، مش مضر للمرجان. والكائنات بتاعت البحر عموما بتبقى مصنفة ريف سيف او مش ريف سيف، يعني هتعتدي على المرجان او مش هتعتدي على المرجان. ريف سيف يعني هي كائنات امنة تماما مع المرجان، لان المرجان فيه كائنات بتاكله او بتفترسه، هنبقى نتكلم عنها ده في وقت لاحق. ده البلو ليج هيرميت كراب مستورد. اي 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 عايز ياكل في ايدي، عمال يقطع. بص عايز ياكل، عايز احاول اجيب في حته فيها اضاءه شويه كده بعيد. احاول ياكل من ايدي. تعال نزله اتفرج عليه في الارض. اهم حاجة ان علامات النشاط كائن باين عليه. ده يعتبر اغلى واحد فيهم، ده بمتين جنيه يعني. واحدة منه بمتين جنيه. من الكائنات المميزة لطاقم الكلينينج كرو او طاقم التنظيف في احواض البحرية. شكله ما شاء الله حلو جدا ملفت. بياكل بواقي الاكل. الهيرميت كرابس عموما من الحاجات اللي بتاكل بواقي الاكل، وبتنظف الارضيه، بتنظف الصخور، تاكل طحالب، تاكل اي حاجه انت تتخيلها ولا تتخيلها يعني. فهو من الطاقم بتاع التنظيف بتاع الحوض. الهيرميت عموما كراب او الهيرميت كراب عموما من الكائنات المسلية جدا في الفرجة عليها. ليها كاركتر مميز قوي، بتحب تتفرج عليها، تأكلها سهل، تربيتها سهلة، هاردي جدا، بتستحمل بشكل كبير. والهيرميت كراب المستورد ده بيكبر شوية عن المصري وبيبقى شكله تحفة بعد كده. هو مقلق طبعا عشان مقلوب، عايزين نخليه يعدل نفسه او يخرج، يبتدي يمشي مشيته الشهيرة عشان نتفرج عليه براحتنا. طيب هنجيلك تاني تكون عدلت نفسك. ده يا سيدي خيار البحر. تعال ننزله المية شوف هيتفاعل ازاي. ده أول مرة ربيه بقى في حياتي. وظيفته ان هو منظف للرمل هايل عنده. سبحان الله، لو انت تتكلم عن خيار البحر تعتبره ان هو انبوبة، عبارة عن انبوبة بياخد الرمل من المقدمة ويطلعه من المؤخرة نظيف جدا. مشكلة خيار البحر ان هو كائن ريسكي او تربيته خطر شوية، لان هو لو مات لا قدر الله بيدمر الحوض، بيفرز مواد سامة للكائنات اللي في الحوض وبيبهدل الدنيا. لكن غير كده هو مفيد جدا. خليك انت قاعد هنشوف اخرتها ايه. الكائنات اللي يعني في الاحواض بره موجود منه كتير، يعني قصدي مش موجود منه، هو خيار يعني واحدة بس في حوض بتاكل وتنظف وتضبط وتعمل كل حاجة. بص بقى مقدمة الرأس بتاعته. يبتدي ان هو دلوقتي بيتنفس، عشان يبتدي يقوم بوظيفته.
فهننزل كابوريا وال البودز اللي معانا ونرجع له يكون تأقلم اكتر من كده. هيرميت كراب المستورد يقوم بعمله تجاه الرمال. ايوه كده ايوه كده، حسسني ان فلوسي حلال يا ابني. سمال بينظف الرملة وبياكل منها المواد العضوية اللي فيها. صور راجل بيتكسف تقريبا، مستخبلنا ورا اوقاع. ممكن نحاول نشيلها كده بدون ما نضايقه. بس نعرف نتفرج عليه بس. سبحان الله، بقى مستوى كائنات تاني خالص، بقى المارين او الحياة البحرية مستوى كائنات تاني خالص وحياة تانية خالص. سبحان الله. مستر سلطع برجر اهو، سبحان الله، ملمسة غريب وشكلها غريب جدا. تعالوا بقى ننزل على الحوض. بسم الله. هوبا، الصخور عدل، بس خد لها لقطتين كده. هم يا جمل اي حاجة. تبتدي تتأقلم، تصرف براحتها. طبعا هي باين من شكلها جدا ان هي من الحاجات اللي بتتخفى وتستخبى في الصخور يعني، وهو بيعمل كده اوريدي. ما اعتقدش ان هي تبقى من الحاجات الاكسبوزد او اللي هنشوفها كتير، بس برضو من الواضح ان الحاجات دي جعانة جدا يعني. من ساعة ما الهيرمت نزل وهو بياكل، راح فيه وهو بياكل، وكابوريا نزلت بتدور على اكل على طول، استنتش. برضو سبحان الله شكلها حلو، شكلها غريب، اسمها كينج كونج عشان درعاتها كبيرة جدا بالنسبة لجسمها، وبتنظف الرمل برضو. وخيار البحر لسه مفيش اي جديد. ده بقى بيت البودز، يبقى مليان حشرات اللي هي البودز او الصغيرة جدا دي، وطبعهم متخفيين تماما، بس كل شوية تلاقي حاجة تتحرك اهي، صغيرة قوي. فخلينا ننزله هو كمان بالراحة كده في المية. سيبه بقى ينزل براحته. ونشوف بودز دي بعد كده، مثلا بودز دي بعد شهر ولا حاجة. دلوقتي طبعا مستخبيين كلهم في الحاجات دي. ونطلع الكيس بتاعهم ونشوف بقى الزرع اللي جابه وائل شكله عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله كيس كبير جايبولي وائل، يعني بص ومتكوك زرع يعني. فهنعمل ريسكيب النهاردة للحوض، بس الزرع يتأقلم، ونشوف الصخرة اللي عليها تقريبا حاجات
زي محار او حاجات زي كده عايزين نبص عليها، بس انا سايب الكيس بس ياخد درجة الحرارة، لان درجة الحرارة في الحوض 26 درجة حرارة عالية بالنسبة للكيس عشان ما يبقاش في جواه حاجة تصدم يعني. طبعا مجموعة من النباتات زي دي تبقى اكيد شايلة كائنات تانية صغيرة جوه، ان النباتات البحرية بتبقى مكان او بيت لكائنات كتيرة جدا. دي اسمها استرينا ستارفيش. استرينا ستارفيش احتار فيها الهواة، هل هي ريف سيف او زي ما رددنا الكلمة دي قبل كده مضرة المرجان ولا مش مضرة المرجان. في ناس كتيرة قالت انها مضرة المرجان، لكن انا الحوض ما فيهوش مرجان، فانا ما عنديش مشكلة مع النوع ده من نجوم البحر خالص. بس انا بحاول افوكس عليها عشان الكيس بيتهز بس عشان تقدروا تشوفها كويس. اسمها استرينا ستارفيش. طبعا مجموعة كبيرة هنزلها الحوض، حاول انزلها بايد واحدة بس عشان انا بحب اخوكم معايا في كل حاجة. او كده بقى نقدر نقول ان احنا ابتدى يبقى عندنا حوض حالب بحرية بجد يعني. تعالوا نبص كده على الصخرة دي، هي فيها نوع من الطحالب تاني لكن عليها محار بحري، ده عايش بواضح من لونه جدا ان هو عايش يعني. وده نوع طحالب ماسك فيها، واحد محتاج حبة حلوين يعني. ما كنت هقول سنين، بس هي فعلا ممكن تبقى سنين عشان ده عارف اسم كل حاجة وعارف يعني فاهم كل حاجة في الموضوع ده. بس انا ايه هحاول بقى ان انا اقاد الزرع واوزعه كويس بحيث ان هي تبقى فعلا بقى ايه حوض طحالب بحرية يعني زي ما بيقول الكتاب يعني. طيب انا خلص اصور لكم. اوكي يا شباب، مش عارف احط ايه ده واصور. سلام. طيب يا شباب، ده الشكل النهائي للحوض بعد ما حطينا الطحالب البحرية. خلينا نعمل زوم شوية للكاميرا بس مش قادرة تركز من شدة الاضاءة. ده شكل مستعمرة الطحالب اللي بتسحب النترات والفوسفات وبتاكل الامونيا برضو. بص الجمال سبحان الله. طبعا هي بيت امن لكائنات كتيرة جدا بقى في البحر، ومنها البودز اللي هي الحشرات الصغيرة اللي اتكلمنا عنها، منها قشريات، منها حاجات كتيرة جدا. ومفيدة زي ما احنا اتفقنا. وادي خيار البحر، كابوريا بتغلس عليه جوه شوية. لكن شكله هيلثي مفيش مشكلة الحمد لله. وده محار على الصخور، شكله جميل جدا، ابتدى يفتح. ده بفلتر المية، سبحان الله شكله حلو قوي. وايه الهيرميت كراب استورد ده، احنا عرفنا نجيبه من الزاوية دي اهو، قاعد بياكل وبيلعب ومبسوط. والنجمة زي ما احنا اتفقنا طلعت جريت خلاص، والكائنات كلها بصحة كويسة.
لو انت عجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب واشترك للقناة، لو انت عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك وتقدر تعمل مشاركة اصحابك المهتمين بالهواية، وياريت ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.